مسألة أصلها مش حكاية دين، دي مصلحة ومتمسرحة ولعب بني أدمين. كان محتمل يتلخبطوا ويبدلوا البراوين، تريز هتبقى خديجة وخديجة تبقى تريز. القصة كده بالهداوة مش اختيار أو نقاوة، ياللي في عينيكو غشاوة كله اتخلق من طين. كان محتمل يتلخبطوا ويبدلوا البراوين، تريز هتبقى خديجة وخديجة تبقى تريز. القصة كده بالهداوة مش اختيار أو نقاوة، ياللي في عينيكو غشاوة كله اتخلق من طين. تمكنت أجهزة الأمن من القبض على الإرهابي صاحب حقيبة المتفجرات التي تم العثور عليها وتم تحديد شخصية المتهم والقبض عليه، وجاري التحقيق معه حاليا تمهيدا لإحالته إلى النيابة. مفيش فايدة في الداخلية، جابوا واد من الشارع ولفقوا الشنطة عشان يخلصوا من القضية. أبو خديجة هتكون راحت فين؟ أنت ما اتصلتش بزوجتك من يوم اللي حصل يا أخ حربي؟ لا طبعا، أنا رميت الشريحة بعد العملية زي ما قلتولي، وخفت أتصل بيها ليكون تليفونها متراقب. اتصلت بس بالبيت عشان اطمنهم عليا. انت شاكك في حاجه يا امرنا؟ الحيطه واجبه والحذر مطلوب، وانا مش مقتنع بحكايه الولد اللي شالوه القضيه ده، ممكن يكون فخ. انا معاك في الحذر، لكن احساسي بيقول ان هما لفوا القضيه لاي واحد من الشارع والسلام عشان يخلصوا من الموضوع. بس ممكن يكونوا عاملين تمثيليه عشان يوجعوني.
جايز زي ما بيقول الاخ معاذ تقوم مراتك عند اهلها واتصلت بيك على تليفونك اللي انت اتخلصت منه. طيب يبقى زوجة الاخ حربي هي اللي هتقول لنا على الموضوع بالظبط. الاخ معاذ هيجيب لك شريحه تليفون تاني تتصل بكره بزوجتك وتفهم منها ايه اللي حصل بالظبط. طبعا العمليه دي هتتنفذ بعيد عن هنا. الاخ معاذ هياخدك يوصلك مدينه نصر او التجمع الخامس، وبعد ما تنفذ المهمه ترمي شريحه التليفون وترجع فورا. امرك يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حاجة أخ عمر؟ عندي أخبار سيئة يا أخوي. إيه؟ الأخ كامل هرب. هرب؟ هرب إزاي؟ إزاي قبلتي على نفسك تكوني طرف في تفجير كنيسة فيها ناس بتصلي؟ أنا؟ لا طبعاً، مش ممكن أعمل كده. والله العظيم ما كنت أعرف إن الشنطة فيها قنبلة غير وأنا في المحطة. أنا حتى ما أعرفش حربي كان عايز يعمل بيها إيه. أنا قلت كده للضابط بس هو ما صدقنيش. قولي لي يا خديجة، انتي باباكي ومامتك عايشين؟ يا ريت، ما كانش كل ده حصل. انا يتيمة، اتربيت مع حد من قرايبنا. تاريخ ميلادك كام؟ 23 مارس سنة 86. اه. الناس اللي اتربيتي معاهم كويسين؟ اسمهم ايه؟ اكيد ما بيخلفوش عشان كده ربوكي. واحدة واحدة عليا عشان اعرف اجاوب عليكي سؤال سؤال. يعني بابا حسن وماما مديحة أجمل أب وأم في الدنيا كلها، بيحبوني قوي، ربوني كويس وعاملوني زي بنتهم وأكتر، وشيرين بنتهم بتحبني وأنا بحبها قوي، وصلاح ابنهم الله يسامحه بقى بوظلي حياتي. إزاي؟ زي ما يكون نبت شطاني في وسط الأسرة الجميلة دي بسببه. اتجوزت حربي، قلت هجوزها والسلام عشان أغور من وشه. وقبل اللي حصل لي ده بيوم واحد جات رسالة الحربي على الموبايل فيها أصلي وفصلي بالظبط، هو اللي بعتها له. مفيش غيره يعمل الحركة الزبالة دي. أصل أنا مرضيتش أديله فلوس. طبعا مش هتعرفي تحسي باللي أنا بقوله، أصل إحساس اليتم ده حاجة فظيعة قوي. أنت عايشة مع والدك ووالدتك مش كده؟ لا يا خديجة، أنا كمان عايشة مع بابا لمعي وماما أمال، الناس اللي ربوني. يعني أنت كمان ما تعرفيش باباكي ومامتك؟ فتحت عيني على الدنيا ما لقيتش غير بابا لمعي وماما امال، هما اللي ربوني، ربوني كويس قوي وعلموني لحد ما بقيت مكرسه في الكنيسه. معقول نبقى شبه بعض في العمر وفي الشكل وفي الظروف، حتى تاريخ الميلاد. ده اللي يسمع الكلام ده يقول ان احنا اخوات. اخوات ازاي وانت مسلمه وانا مسيحيه؟ طبعا مستحيل، اكيد صدفه. الصدفه ازاي؟ احنا ممكن نتاكد بالدي ان ايه، بس حتى لو اتأكدنا مش هنقدر نعرف مين أبونا ومين أمنا. إحنا ممكن يكون لنا أم والأب سابها عشان كده رمتنا في الشارع. قصدك إيه؟ إن إحنا أولاد زنا؟ أنت اتجننتي؟ لا طبعاً ما أقصدش كده، أنا بس بقول يعني إن لو كان لنا أهل رمونا ليه؟ وبعدين مين فيهم يعني مسلم ومين مسيحي؟ لو كان اللي أنت بتقوليه ده حقيقي يبقى أكيد الأب مسلم والأم مسيحية. ما ممكن برضو يبقى الأب هو اللي مسيحي والأم هي المسلمة وماتوا عشان بيحبوا بعض. مش عايزين نسبق الأحداث، ممكن كل اللي احنا فيه دوت يطلع صدف. يا ما في صدف أكتر من كده بكتير. المهم دلوقتي لو عندك أي معلومة يعرفوا يوصلوا بيها للي اسمه حربي ده ويقبضوا عليه ما تتأخريش. يا فندم بقالهم أكتر من ساعة قاعدين يرجوا وإحنا قاعدين بنتفرج عليهم. احنا مالنا إذا كانوا إخوات ولا لأ؟ بالإيقاع ده حضرتك هنقعد أكتر من أسبوع على ما نقنع البنت باللي إحنا عايزينه. بالعكس، ده مجرد إنهم يقعدوا مع بعض ويفكروا في سر التشابه العجيب اللي بينهم ده كويس جدا. حتى لو قعدوا يتكلموا أو يسألوا بعض كل ده هيسهل مهمتنا أكتر وأكتر. يا رب سعادتك. بص، أنا عايزك تقوم تخش جوه وتنفذ اللي هقولك عليه بالحرف الواحد. يا خديجة قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. اسمعي بقى يا خديجه كويس، انا لسه مكلم رئيس الجهاز واتفقت معاه انك هتخرجي بس بشرط تسمعي الكلام وتجيبي لنا حربي. والله العظيم ثلاثه ما اعرف هو فين. انا قلت اسمعي بس. انت بتضربها ليه؟ ما هي قالت لك ما تعرفش حاجه. هو انت فاكرها سايبه اي حد مش عايز يعمل اوامركم تعذبوه وتضربوه؟ واضح انها مالت دماغك بكلمتين.
اللي قدامك دي كان ممكن تتسبب في موتك انت واهلك. نسيت اللي حصل في كنيسه بني خاطر ولا نجع حماده؟ الاشكال دي لا في قلبها رحمه ولا انسانيه، وكل كلامها كدب في كدب. والله العظيم ما بكذب، انا لو اعرف حاجه كنت قلتها لكم. مصدق انك ما تعرفيش سكته، بس في ايدك تثبتي حسن نيتك بطريقه تانية. ده لو عايزه. تعالي يا نجية، تعالي كلي معايا لقمة. قال انا وانتي هنموت من كتر النكد. ماليش نفس يا ابو كامل، كلي انت اخوي. طب تعالي اقعد. تاكل النفس يا علي، طول ما كامل برا البيت لا هاكل ولا هشرب ولا عيني هتشوف النوم. انت مش حاسس بالنار اللي بيا؟ حاسس والله، وكابش نفس النار، بس اعمل ايه؟ اتلى من ربنا وما نملكش غير الصبر. طب اعرف الاول ميت ولا حي وبعدين اصبر. انا عارفه انك زعلان مني بسبب اللي عمله، بس ده ولدك الوحداني يا علي. اعمل ايه يا نجية؟ في حاجة ما عملتهاش صح. انا زعلان مني من اللي عمله في روحه وفينا كلنا، بس برضك ما استحملش الشوك الشوك. بس انت مصاحب اللقباط طول عمرك، وهو طلع يكرههم ويحب دين المسلمين. يعني ايه يا نجية؟ ما فهمش كلامك. كنيش فاهمة ان كامل هو اللي صح وانا اللي غلط. واه، وجب حاجة من عندي؟ ما القرآن قال. قرآن ايه يا ولية؟ انت كمان هتشرحي لي كتاب ربنا؟ يا ولية انت معشاني 30 سنة وفاهمة اني حافظ كتاب الله وفاهمه صح. خلاص يا ابو كامل، ما تزعلش يا اخوي، والنبي ما تجوم من على الوكل بسبب وكلي. انا ليا نفسي الوكل ولا الشرب؟ انا قعدت عشان تاكلي. يلا قومي اعملي لي كوبايه قهوه. حاضر يا اخوي. نجية. نعم يا اخوي. كامل ولدي وانا خايف عليه، ونفسي اشوف عياله قبل ما اموت، بس اللي عمله ده ملوش دعوه بكتاب ربنا ولا بسنه رسوله، واحنا ما نملكش غير الدعاء. يوم صلي ربنا وادعي له انه يزيح عنا الغمه. ربنا قال ادعوني استجب لكم. استرها معانا يا رب. قلنا لك اتكلم من الاول، لازم يعني نعمل عليك حفله عشاء عشان تنطق. هقول يا باشا، هقول كل اللي انتوا عاوزينه. هتقول كل اللي تعرفه مش اللي احنا عايزينه. يا رب. حاضر يا باشا. حاضر. مين اللي ضرب العقل واتضرب ليه؟ توفيق خاطر باشا. توفيق خاطر؟ ايوه يا باشا، هو اللي جاني وقال لي على كل حاجه وحكى لي الحكايه واتفق معايا على 100,000 جنيه وادالي عربون، وقال لي الباقي لما الموضوع يتم. وايه مصلحتك كده؟ الارض كانت عجباه والكنيسه خدتها، وبعدين هو خلاني شمشمت على الموضوع وعرفت ان الارض تحتيها اثار. اثار؟ ايوه يا باشا، تحتيها اثار، وخلني اسيوط ورحنا عملنا العقد. وانا يا باشا لا ليا في الباط ولا ليا في المسلمين، انا قلت الحكايه سبوبه هاخد منها قرشين وخلاص وتنتهي، ان احنا هنقعد قعده رجاله ونصطلح. الو، افتح يا ابني. يا فندم ازاي معاك؟ ايه الاخبار يا احمد؟ الراجل ده نطق ولا لسه؟ نطق يا فندم، وقال ان توفيق خاطر هو اللي حرضه. حالا هكلم الجهاز في اسيوط يبعتوا يجيبوه من قفاه. توفيق خاطر؟ مش ده بتاع الحزب الوطني؟ سعادتك هو. طيب يا احمد، ما تكلمش اسيوط يجيبوه غير لما اقول لك، وخليك متحفظ على حامد ايوب، وانا ساعه بالكتير وهبقى في المكتب. حاضر يا فندم، منتظر تعليمات سعادتك. انت بتقول ايه يا ممدوح؟ سور ايه اللي عايز تبنيه؟ سور الأرض بتاعتنا يا أبونا، أرضنا اللي مات عشانها تلاتة مننا ودمهم سال عليها. مش هيحصل طول ما أني موجود. إيه؟
يعني ايه يا ابونا؟ يعني نمنع ابونا الكنائس وترميمها؟ وانت اللي بتقول الكلام ده؟ انت يا ابونا؟ امال المتطرف ابن علي ايوب يقول ايه؟ وارواح تانيه تضيع يا ممدوح، الرب هيسامحني؟ ما تتكلم يا كاب، ساكت ليه؟ اسمح لي يا ابونا، انا اصلي قاعد اتملى في وش ممدوح كده، تخيلته زي ما يكون مركب دجنه طويله ولابس جلابيه بيضة وقاعد في قناه من قنوات المتطرفين بيشتمنا ويقول علينا كفره ولازم ندفع الجزيه ونتمنع من دخول الجيش. اللي انا عملته عشان قضيه الاقباط كل الناس عارفاه ومفيش مخلوق يقدر ينكره. قدروا الباقي بقى على اللي مش بناخد منهم اي حاجه غير التريقه والتنبيط وخفه الظل. انا مش بتريق يا ممدوح، انت فعلا زيك زي مشايخ الفتنه اللي كل مصر ما تهدى عايزين يولعوها. انت الاثنين مش خايفين الا على لقمه العيش. عيش؟ عيش ايه بقى؟ قول لقمه الجاتوه ولا البقلاوه؟ يرضيك الكلام ده يا ابونا؟ يرضيك الاخ ده كل ما نقعد في قاعده يقعد يتريق ويتسلى عليها بالشكل ده؟ يرضيك يا استاذ كامل؟ صفي نفسيتك من جوه شويه يا اخي، طهر الحقد اللي جوه قلبك ده شويه يا اخي يا اخي. مشكله الاقباط مع الحكومه اللي مش راضيه تطلع قانون وسايبانا نبني بيوت العباده بالليل زي الحراميه. احنا نتكتل ونجبر الحكومه تطلع قانون يمشي على الكل، وساعتها المسلمين هيجوا يساعدونا ويناولونا الطوب والمونة. لكن يسيبونا نقطع في بعضينا كده؟ لا، أنا مش هستنى حد ما دم تاني يسيل، ولا منينا ولا منيهم. تعيش يا بونا، والمسيح الحي ما فيه كلام بعد كلامك، وأنا أول واحد مستعد أروح أنام قدام مجلس الوزراء لغاية ما القانون ما يطلع. يا سلام، طب يا ريت بقى أول القانون ما يطلع زي ما بتقولوا كده يبقى حد يبلغني عشان أجيب مزمار بلدي وأجرس معاكم. عن إذنك يا أبونا. الجرايد ما صدقت، ملهاش سيرة غير خديجة وقنبلة القطر. أنا مش عارف هتخرج من المصيبة دي إزاي. ربنا قادر يفك دقيقتها يا كريم يا ابني. أنا عمال بفكر في طريقة أساعدها بيها، مش عارف. ازاي يعني يا بابا مش عارف؟ طبعا لازم نشوف محامي. مش لما نعرف بس يا بنتي هي فين الاول؟ مش جايز تكون هربانه وخايفه ولا اتقبض عليها؟ اللي يعرف يقول لنا على كل ده هو جوزها اللي محدش عارف له طريق. منك لله يا حربي يا ابن عبد الدايم على اللي انت عامله في المسكينه خديجه. مالك يا ماما؟ شكلك تعبانه قوي. مش عارفه والله يا ابني، الصداع هيفرتك دماغي. هو اللي احنا فيه ده شويه. سلامتك يا حبيبتي، انا معايا دواء كويس قوي للصداع، خدي واحده. انا ليه رايي بإذنك يا عمي. قول يا كريم يا ابني. انا شايفك تعبان انت وماما، ومحدش عارف الايام اللي جايه ايه اللي ممكن يحصل فيها، فبقول ان انتوا تيجوا تقعدوا معانا على الاقل ما تبقوش لوحدكم. صح يا كريم، والنبي يا بابا عشان خاطري. يلا. ما ينفعش يا شيرين يا حبيبتي، هنسيب اخوك لوحده؟ يعني هتحضري له الرضعه بلا نيله؟ ليه كده بس يا حسن؟ انا عارفه انك زعلان منه عشان اللي عمله في خديجه، بس يعني هو برضو ابنك. خلونا في المهم، انا صلاح هقدر اكلمه واخليه يجي معانا. ما هو كمان مش ممكن تفضلوا قاعدين بتوع امن الدوله داخلين خارجين عليكم كده. طمن يا كريم يا ابني، مش هحصل حاجه، ان شاء الله خير. انا عارف يا اخت تريز ان دي مهمه صعبه جدا جدا، بس انا متاكد انك هتنفذيها لاني واثق في وطنيك. انا هنفذ كل اللي انتوا عايزينه علشان الابرياء اللي ممكن يروحوا فيها، بس ده مش حل للمشكله، لان حضراتكم المشكله. مش فاهم يعني ايه. تريز عندها حق. يا سلام، انتوا هتعملوا لوبي علينا؟ دي الحقيقه يا باشا. ايوه، بسبب سياستكم الغلط ده كله بيحصل. يعني لو قدرتوا تمسكوا حربي وكامل وكل اللي معاهم هيطلعوا ناس يعملوا زيهم واكتر. بالظبط. انتوا عارفين ان احنا دايما بنرحب بالمناقشات اللي زي دي والراي والراي الاخر، بس للاسف ما عندناش وقت دلوقتي. يلا يا اخت خديجه، خدي الاخت تريز وفهميها كل حاجه عن حربي وعيلته، وربنا يوفقكم. اللي فول لسعادتك يا كابتن ابراهيم.
لو كنت فاهم يا صلاح ان انا هتفضح لوحدي تبقى غلطان. فضيحة ايه اللي بتتكلمي عنها؟ ربنا مش هيجيب فضايح ان شاء الله. يا سلام، هو انت يعني لما تهرب خلاص كده المشكله هتتحل؟ انا بعت لك 1000 مسج على الموبايل والفيس والميل وانت ولا هنا، مطنش على الاخر. اهدي، ممكن تهدي؟ انا عندي حلول انت مش عايزه تسمعيها. انا استاهل ضرب الجزم من جريت ورا واحد زيك وسمعت كلامك. تقدر تقول لي بقى فين الحلول اللي انت فالق دماغي بيها دي؟ هجيب فلوس بكره، بعد بكره، بعد اسبوع، المهم هجيب فلوس وشركتنا هترجع تاني تقف على رجليها، وبكره هفكرك. ازاي بتتكلم كل الكلام ده؟ انت خلاص محسس ان كل الافكار اللي في دماغك بقت حقيقه، وان جيوبك دي مليانه فلوس. فوق فوق يا عمنا واصحى، الناس دي مش هتستنى على فلوسها، هياخدوها. يعني هياخدوها؟ دي بيوت ناس يا صلاح ومفتوحه. محدش قالك قبل كده ان انت محتاج لدكتور نفساني؟ انا مش مجنون وحاسب على كلامك، ولا انا كنت صلاح حبيب القلب لما كنت برش ودلوقتي خلاص بقيت كخه. انا ما ضربتكيش على ايدك يا حبيبتي، احنا شركة على الحلوه والمره. وبعدين قلت لك هجيب فلوس، انت مش مصدقاني. اعمل لك ايه بقى؟ اولع في نفسي؟ لا، وعلى ايه؟ على فكره يا صلاح، انا مش هممني مرتبات الناس اللي عندنا، ولا هممني ايجار المكتب اللي اتكسر علينا. انا كل اللي يهمني التجار اللي احنا اخذنا منهم بضاعه وسوقناها، وانت خلاص طيرت كل الفلوس دي في الهوا. معاهم شيكات وايصالات امانه تضمن لهم حقهم. بقول لك ايه صلاح، الناس دي مش هتستنى لما تاخد حقها بالمحكمه، دول حيتان واحنا مش قدهم. فكر كده مع نفسك هتعمل ايه وابقى بلغني. سلام. استني استني استني، خليكي يا حبيبتي. بصي بقى، اطلبي لك حاجه حلوه كده، ليمون مثلا عشان اروق لك دمك. سيبي ترسي كويس. ها أكيد مريض نفسي. في إيه يا خديجة؟ مالك؟ خايفة يكون في كاميرات تصورنا وإحنا بنغير هدومنا. كاميرات إزاي يعني؟ آه، ما هما هنا بيصوروا الناس وبعد كده يعملوا لهم شرايط ويبتزوهم بيها. على فكرة دول بيكهربوهم، آه بيخلعوا ضوافرهم كمان. حربي قال لي على كل ده، حربي قال لي على حاجات اكتر من كده بكتير. ده في ناس بتموت هنا ومحدش بيسال فيهم. يعملوا اللي يعملوه، انا اهم حاجه عندي ان انا انقذ اخواتي. هو انا لو اتكلمت مع اللي اسمه حربي ده ممكن يكشفني؟ لو على مستوى الشكل يعني؟ لا، انا وانتي صوره طبق الاصل من بعض، ده حتى نبره الصوت واحده. بس لازم تاخدي بالك من تفاصيل كده هبقى اقول لك عليها. ربنا معاكي. انتي مصوره حربي واهله على الموبايل بتاعك مش كده؟ خديجه، اكلم نفسي ولا ايه؟ مش عارفه، حاسه اني مش قادره يعني اكون انا اللي بسلمه بايدي. حاسه ان انا كده هبقى بغدر بيه. بس انا بصراحه يعني اتبسطت قوي لما قلت لهم في وشهم انتوا مش ملايكه. هما فعلا مش ملايكه. بس انتي هتسلمي لي العداله. هو مجرم ولازم يتحبس. اوعي تقولي لي بقى ان هو صعبان عليكي وانه غصب عنه. هو مش صغير يا خديجه. اكبر غلطه عملتيها في حياتك انك اتجوزتي واحد زيه. انا مش فاهمه زعلانه عليه قوي كده ليه؟ انت كان ممكن تروحي في 60 داهيه بالمصيبه اللي هو كان شايلها. ما ينفعش تدمري نفسك عشان راجل، وخصوصا لما يكون الراجل ده ندل، مش كده ولا ايه؟ طيب نقوم نغير هدومنا، وبعدين هقول لك على كام تفصيله كده خدي بالك منها. ايوه كده. احنا مش ممكن نسكت يا جماعه. احنا مستنيين ايه؟ انا عايز افهم يعني تريز ومخطوفه واحنا عارفين مين اللي خطفها، مستنيين ايه يا ابونا؟ يعني لما يعملوا فيها حاجه يقتلوها حضرتك مثلا؟ يا ابني انا مش ساكت. انا اتصلت بالكاتدرائيه وبلغتهم. الاسقف قال لي ان هو كلم امن الدوله والموضوع طلع فيه سوء فهم، بس هو اطمن عليها بنفسه وقال ان شاء الله هترجع بالسلامه فورا. حبيبتي يا تريز، يا ترى انت فين دلوقتي؟ طب يا ابونا حضرتك ما عرفتش ايه اللي حصل؟ او هي فين لحد دلوقتي؟ ولو هي كويسه ما جاتش ليه؟ انا حاولت افهم الموضوع من الاسقف، قال لي طمن الناس ان تريز بخير. ما هو ده بقى الكلام اللي يغيظ. ايم سوري يعني، ما هو هم بيتعاملوا معانا بقى يا ابونا ان احنا عيال صغيرين، اللي هو بناخد الاوامر وننفذها من غير حتى ما نفهم. انا شاكك. لا انا مش شاكك بقى، انا بجد متاكد يعني ان تريز في خطر. وانا رايي من راي ادوارد، فعلا تريز في خطر.
ومتهيالي انها واقعه في ورطه. تمام سعادتك، مفيش مخلوق يقدر يفرق ما بينهم. شفت لكم فوله واتقسمت اتنين، بس اللي عاشر فوله منهم يا فندم ممكن يفرق. هيا اخت تريز، حفظتي تفاصيل بيت حربي عشان ما تتلخبطيش؟ على قد ما اقدر، بس الحقيقه انا مرعوبه. لو ممكن اخد مده اطول مع خديجه عشان اقدر اتعرف على حاجات اكتر. للاسف في الوقت مش في صالحي، في ناس مهمين اتصلوا بيا من الكاتدرائيه، وانا وعدتهم انك هتكوني عندهم في خلال 24 ساعه، بس بعد ما ناخد اقوالك في قضيه امن قومي. طب لو حربي ما ظهرش في خلال 24 ساعه؟ مفيش حل قدامنا غير ان احنا نحاول. احنا هنستغل ان هو متوتر واعصابه تعبانه. ما تقلقيش خالص، ما تقلقيش، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله خلال 24 ساعه كل حاجه خلصت ترجع بالسلام. بس انا عايز اقول لك على حاجه، لازم كلامك يكون قليل قوي عشان ما تغلطيش او تتورطي. وحجتك واضحه، انت قابلتي ظروف قاسيه جدا خلت نفسيتك تعبانه ومش عايزه تقعدي مع حد. طب وانا وضعي ايه دلوقتي؟ هفضل هنا ولا همشي؟ تخرجي تروحي فين؟ مش لما تجيبي المحروس جوزك؟ كلمها بطريقه احسن من كده، هي عملت كل حاجه عشان تساعدكم، ما تستاهلش منكم ابدا الكلام بالطريقه دي. خليكي معايا، حازم هيقعد معاكي ويفهمك الخطه بالظبط وطريقه الاتصال بيها. تاخدي معاكي موبايل بشريحه تانيه، مش عايز حد يشوفه ابدا، وهو ده الموبايل اللي تتصلي بينا بيه. فهماني كده؟ موبايلك جاهز، افتحيه خديجه واديه للاخت تريز. اسف، ما حاجه اتلخبط فعلا يا فندم. طب انا بدي ساعتك كمان، بس عدى على فاتني نص ساعه كده اكمل عليك ونتعصب. ماشي يا احمد، بس اعمل حسابك هتسافر مع تريز في نفس القطر عشان تامنها من بعيد. يلا ربنا معاك. تمام ساعتك. سعيد عليكم يا جماعه. سعيد. خير يا لمعي؟ عرفت حاجه عن تريز؟ انا هي اتصلت بيا وقالت انها كويسه. وانت كلمتيها يا امال؟ كلمتها بس يا حبه عيني ما كانتش قادره تتكلم، كان في حد جنبها. اهو يا جماعه صدقوني انا حاسس تريز محبوسه. محبوسه ازاي يا ادوارد وهي بتكلم لمع وامال؟ يا جماعه مش عايز الخوف والقلق اللي جوانا يخلينا نفكر غلط. انا حاسه ان مدام تريز اتصلت يبقى هي كويسه. لا لا طبعا، لا طبعا، ازاي يعني؟ ممكن يعملوا زي الافلام يا جماعه، يعني ممكن يحطوا لها المسدس مثلا في دماغها ويخلوها تتصل بالتليفون وتقول الكلام اللي هم بقى عاوزينه. بصوا انا اقول لكم على حاجه، تريز مخطوفه اوكي، انا بقى هكلم شباب الكنيسه ونتصرف ونروح. اللي عايز يجي معايا يتفضل، واللي مش عايز بقى ايام سوري هو حر. السلام عليكم. وعليكم. اديني وشك ابو عمو، ما تكلمنيش بجفاك. بعدها لك يا توفيق، انت جاي تقول يا شر الشر ولا ايه؟ لا انا جاي اقول لك عايز نصيبي في البيت دي، وما تقوليش نقسم الحيطان، لا احنا نقدره واخد نصيبي فلوس. انت اتجننت يا توفيق؟ انت ناسي ان احنا قبل ما نبقى نسايب كنا قرايب؟ ولما احنا قرايب وولاد عم، ما شرحتش يدك ليه وضربت بنتك كفين عشان تعجل؟ اضربها كيف يا مجنون انت؟ وابنها دار بسبب عمايلك. عمايلاني وحدي ياك؟ ليه؟ مش كل حاجه كانت على يدك؟ مش انت اللي قلت لي لو ارض الكنيسه فيها اثار يبقى لازم ناخدها باي ثمن؟ مش انت اللي وافقت على حكايه حامد ايوب؟ اسكت خالص، انا قلت ما وافقت. بعدين بنت تعبانة قوي. يا مثبت العقل والدين يا رب! هو رمضان دي ولدها واحدها؟ مش ولدي اللي كمان ومحروق عليه؟ اللي فاهم عمال اقول لك اصبر اصبر اصبر، انت اللي خلاص عقلك شت. لا انا مش هصبر على مرة رافضة تنام في فرشتي ومفيش على لسانها غير كلمة طلقني طلقني. اسمع يا حاج، هي كلمة واحدة، تديني نصيبي في البيت فلوس وانا هتجوز. ايوه هتجوز وهخلف تاني. ايه يا بنتك فاكراني هعيش عازب وينقطع سلسالي من الدنيا؟
عشان كده بعت تخطب بنت سلام ابو جميل. ها عيب يا راجل، تصغر من ولدك رمضان الله يرحمه. ليه وانا عجزت اياه؟ طب استنى شويه يا اخي لما اطمن على حربي ومرضه، اعرف راسي من رجلي حتى ولا اعرف راحوا فين. ربنا يطمنك عليه. بس الكلام اللي انا قلته اخر كلام عندي، من غير شوشره كده تشوف مؤخر بيتك كام، نقعد مع بعض ونخلص كل حاجه. السلام عليكم. تليفون لو سمحت. لا 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 ما تقلقش سعادتك، هنكون قابضين عليهم في خلال ساعات ان شاء الله. حاضر، هتابع مع حضرتك. حاضر، مع الف سلامه. مع السلامه يا فندم. تمام سعادتك، من اللحظه دي احنا جاهزين للتنفيذ. ما تقلقيش خالص، احنا هنكون جنبك ومتابعينك خطوه خطوه، واحنا عارفين ان انت انسانه مؤمنه وممكن تقدمي تضحيات، بس صدقيني مش هيبقى فيه اي تضحيات ان شاء الله. طب يا اختي كريس، انا هخرج واخليهم يبعتوا لي كوبات ضغط تربطوا بيه الصليب اللي في ايدي، ولو حربي سالك ده من ايه قولوا له انا بجري في المحطه. كويس جدا، على اذن صعب. هو مفيش اي فرصه اننا نقابل حربي هنا في مصر؟ وبلاش موضوع الصعيد، بصراحه قلقني. لا طبعا ما ينفعش، لاننا ببساطه لازم نتابع الخلايا اللي في الصعيد، وبعدين حربي وهو في وسط اهله هيبقى مطمن، وهو ده اللي احنا عايزينه. انا بصراحه بعد ما عرفت ان حربي ابن عبد الدايم خاطر ان انا قدمت فيه بلاغ وهو رفع عليا قضيه، وانا قلقانه. رقم مش مسجل عندك يا خديجه. ممكن خديجه ثابته مش عايز صوت. ايوه ايوه يا خديجه، انا حربي. انت فين؟ اي حربي، انا اللي فين برضو؟ دي عامله تعملها فيا، تلبسني المصيبه دي وتجري؟ يا اخي حرام عليك، منك لله يا حربي، منك لله. بطل اللي رد وقولي طوال. انت فين؟ انا عند واحده صاحبتي هربانه زي المجرمين. ولا مجرمين ولا بتاع، انت مش شفتيش الجرايد ولا ايه؟ جرايد ايه؟ انا بقول لك هربانه عندها زي المجرمين، تقولي جرايد؟ انا حتى بيت بابا مش عارفه اروح له. لما جاب لك هفهمك واطمن، الموضوع خلص خلاص وانت ما عليكيش اي حاجه. انا لا هقابلك ولا هشوفك، احنا كنا نازلين مصر نخلص اللي بينا، ولا انت نسيت؟ هكلمك بكره واقول لك نتقابلوا فين، فهمتي؟ اسمع يا حربي، انا كنت جايه معاك وكنت عندي امل ان احنا نصلح اللي بينا، لكن بعد اللي انت عملته انا مصر على الطلاق ولازم تطلقني دلوقتي حالا. اسمع يا بت، انت لسه مرتي وعلى ذمتي، ولا اقوله اتسمع. انا هرجع البلد الم حاجتي وارجع على مصر. سلام. برافو، انا كده مطمن عليك جدا. يلا يا سلطان زي ما قلت لك، وتبعت واحد من رجالتك يروح معاها لغايه بيت حربي من غير ما حد يشوفه. تمام سعادتك، يلا ربنا معاكم. خدي بالك من نفسك، ما تقلقيش، بمشيئه ربنا هخلص وارجع لك على طول ان شاء الله. يا حكومة يا خسيسة رجعي بنت الكنيسة. 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 يا حرية فينك فينك الحكومة بينا وبينك. 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 مش هنسلم مش هنطاطي، احنا كرهنا الصوت الواطي. 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 يا حكومة يا خسيسة رجعي بنت الكنيسة. 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 يا حرية فينك فينك الحكومة بينا وبينك. يا حرية فينك فينك الحكومة بينا وبينك. يا حرية فينك فينك الحكومة بينا وبينك.
فينك؟ يا حرية فينك فينك؟ الحكومة فينك فينك؟ مش هنسلم مش هنطاطي احنا كرهنا صوت الوطن. 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 ايوه يا فندم. تريس سافرت الصعيد حضرتك؟ ايوه ايوه هرجع. ازاي بس يا فندم؟ احنا خلاص على وشك هنوصل لحد. تريس كلمته في التليفون وهنحدد مكانه ونوصل له ان شاء الله. يا فندم انا كلمت الكاتدرائيه بنفسي وطمنتهم. لا سعادتك الظاهر ان عندهم شويه شباب كده عاملين دوشه ومش عارفين يسيطروا عليهم. ها يا احمد بيه وصلت لفين؟ حاضر يا فندم. حاضر حاضر انا هتصرف وفي خلال ساعه حد لحضرتك. تمام حاضر. مع السلامه. مع السلامه. طب هرجع اكلمك احمد بيه. هرجع اكلمك. سعادتك احمد بيه وتريس خلاص قدامهم نص ساعه وصلوا الصعيد. اكلمه تاني اخليهم يرجعوا؟ انت كمان هتقول لي يرجعوا؟ انا نفسي افهم دبلومة إدارة الأزمات اللي أنت خدتها دي بتعمل بيها إيه؟ يا فندم سعادتك الكنيسة مولعة، شباب الكنيسة متهمنا بالاسم إن إحنا اللي خاطفين تريز. فكر يا حازم، فكر معايا في حل. خير؟ في مشكلة ممكن تعرض حياة تريز للخطر. تريز؟ حربي كشفها؟ هي لسه ما وصلتش أصلاً، لكن أهلها فاكرين إن إحنا خاطفينها وعاملين مظاهرات. وكلها نص ساعة وسائل الإعلام هتروح هناك وصورها هتطلع على التلفزيون، وفي الحالة دي ممكن حربي وأهله يكشفوها وده فيه خطر على حياتها، زائد إن الخطة بتاعتنا عشان نوصل لحربي هتفشل. طب وهنعمل إيه؟ يا حرية فينك فينك؟ الحكومة بيننا وبينك. يا حرية فينك فينك؟ الحكومة بيننا وبينك. يا حرية فينك فينك؟ الحكومة بيننا وبينك. يا حرية فينك فينك؟ الحكومة يا حكومة يا خسيسة رجعي بنت الكنيسة. يا حكومة يا خسيسة رجعي بنت الكنيسة. يا يا ولادي احنا لا هنشتم ولا هنسب حد، احنا اصحاب حق، عندنا اسئلة وحد لازم يجاوبنا عليها، علشان كده احنا هنسكت ونبتهل لربنا انه يظهر الحقيقة ويوفقنا في اللي احنا عايزينه. يا ابونا دول ما بيجوش بالسكوت، احنا هنكلم الفضائيات ونعمل لهم فضيحه بجد. مش عايزين نعمل فضيحه يا ابني، احنا ناس مش بتوع فضايح، احنا ناس عايزين الحقيقه وبس، عايزين بنتنا ترجع لنا وبس. هي 24 ساعه بالتمام والكمال، انا بس عايزهم يشوفوكوا موجوده بينهم. بعد كده ممكن تقول انك تعبانه وهتكمل علاجك في المستشفى واحنا ساعتها هنتصرف. ما تتكلميش مع حد الا للضروره القصوى. انا عارفك خير وممكن تودينا كلنا في 60 داهيه. حازم هيديكي كارت ميموري عليه شوية معلومات عن الكنيسة هتفيدك، وتريز هتبقى معاك على التليفون، احنا اتصلنا بيها وعرفت انك رايحة مكانها، فاهمة؟ مش حنطاطي مش حنطاطي احنا كرهنا الصوت الوطني. 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 أمني الدولة يا خسيسة رجعي بنت الكنيسة. أمني الدولة يا خسيسة رجعي بنت الكنيسة. اهدوا يا أولاد اهدوا خلاص. ايه ده؟ مالك يا حبيبتي؟ فيك ايه؟ نشكر ربنا يا جماعة أختنا رجعت لنا. مالك يا تريز يا بنتي؟ اتكلمي طمنينا. كنت فين يا تريز يا بنتي؟ قولي لنا إيه اللي حصل؟ تريز ما بتردش عليا. لا ما فيها إيه؟ مالها؟ أكيد عذبوها يا أبونا، بس إحنا مش هنسكت. مش حنطاطي مش حنطاطي إحنا كرهنا الصوت الوطني. مش حنطاطي مش حنطاطي إحنا كرهنا الصوت الوطني. إيه اللي جرالها يا ناس؟ خطف إيه وتعذيب إيه؟ كل الحكاية يا جماعة إن الأخت تريز كانت بتساعدنا في مهمة رسمية. والحمد لله قامت بدورها على اكمل وجه، بس طبعا ما كانش ينفع انها تظهر دلوقتي حرصا على امنها وسلامتها، وانا جاي هنا معاها مكلف ان انا اشكرها قدامكم، ده بتكليف من رؤسائي، واطمنكم عليها واشكركم انتوا كمان. كل الحكايه بس ان عندها شويه ضيق تنفس، وان شاء الله هتقوم وهتبقى زي الفل.
بس يعني شور حضرتك هي لازم تتكلم ونسمع صوتها وهي بتقول انها كويسه فعلا. طمنيهم. اتكلمي طمني اخواتك. اتكلمي يا بنتي وطمنينا. طمنيهم يا اختي فين. أمن الدولة مش رخيصة رجع عيد بنت الكنيسة. أمن الدولة مش رخيصة رجع عيد بنت الكنيسة. تعرفيش فين الصالح ولا لبيا ولا عليا انا لا جامع ولا طارح. لما المصالح تتصالح ما تعرفيش فين الصالح ولا لبيا ولا عليا انا لا جامع ولا طارح. انا بس خايف من بكره الخيط يكر من البكره ولاقيكي واخداكي السكره ويقبوا شياطين امبارح. ولاد أبلسة وشغلتهم الفتنة والشر حياتهم تجار أذى يخرب بيتهم بيعيشوا عالدم السايح. ويبقى الله لا يسيك اتنفسي وبلع عينيك وصحصح لهم في طريقك الجاي هم من الرايح. خلي هلالك وصليلك متعشين حوالين ايدك كده الأذى مش هيصيبك وتفوتي في موج الجامع. وطول ما جرسك وادانك صوتهم مجلجل في ودانك هتبقي عالية في مكانك وليك عنوان وملامح. لما المصالح تتصالح ما تعرفيش فين الصالح وانا لا بيا ولا عليا انا لا جامع ولا طارح.